Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Mufid en mathématiques de la troisième année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, on va continuer la page 16. Nous avons déjà vu la première partie de cette page, l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc on va continuer sur cette page. Donc aujourd'hui, on va voir l'exercice 3, 4 et 5. Donc, la page fait beaucoup des exercices. Et c'est pourquoi nous avons divisé. Donc, aujourd'hui, on a la deuxième partie. Donc, l'exercice 3. Développer et réduire les expressions suivantes. Donc la même chose. L'exercice, les identités remarquables. Donc il y a un développement d'identité remarquable, on développe l'identité. Sinon, on va les autres méthodes. Donc A est égal 2 sur 5x moins 5 au carré. Donc, c'est une identité remarquable. X sur 5 moins 1 fois x sur 5 plus 2. Donc, A moins B fois A plus B. Donc, le moins. نعطيوه لا فالور نتاعو دونك كيفاش غادي نديفلوبيو غنديفلوبيو هادي وغادي نديرو لو موان ونديرو هادشي اونتر بارونتيز علاش لان لو موان في الرياضيات يؤثر لو بلوس لا يؤثر دونك عندنا ا ايتيغال هنايا عندنا متطابقة هما ا موان بي او كاري ا ديالنا هو جوج على خمسة اكس هذا هو ا هذا كله غنديرو ليه او كاري موان 2 فوا اذن ا او كاري موان 2 فوا ا ديالنا هنايا هو 2 على 5 اكس فوا بي في هذه الحاله هو 5 دونك دابا هذا الحد الثاني دابا الحد الثالث بلس 5 او كاري هنا ما غنديروش لي بارونتيز علاش لان عندنا ان نومبر ما عندناش ملتيبليكاسيون ديال بزاف ديال لي نومبر دونك دابا غادي ندوزو المتطابقة هما الأخرى اللي هي أ موان بي فوا أ بلس بي كتساوي أ أو كاري موان بي أو كاري دونك هنا قلنا غادي نفتحو لابارونتيز عندنا إكس سور سانك هنا غنديرو عاوتاني دي بارونتيز أو كاري علاش باش نعطيو لأو كاري البسط والمقام موان هنايا كذلك أن دومي إذن وقتاش هما كان عندنا أن نومبر راسيونيل وكان عندنا لو كاغي خصنا نديرو لي بارونتيز دونك دابا أون ديفلوبي دونك هاد لو موان هذا هو هذا وهاد ليدونتيتي هذا هو لو ديفلوبمون تاعها وهاد ليدونتيتي هذا هو لو ديفلوبمون تاعها دابا كيسكون فا فيغ غادي نديرو غادي نسامبليفي وغادي نديرو لا ريديكسيون دونك ا ايت ايغال اذا عندي 2 سور 5 او كاري ستادير 2 او كاري كتعطي 4 5 او كاري كتعطي 25 اكس او كاري دابا حيدنا لي بارونتيز علاش لان كل عدد من هاد الاعداد خدا الاو كاري نتاعو موان عندي 2 فوا 2 سور 5 فوا 5 هنا عندنا اون سامبليفيكاسيون غادي نسامبليفيو ب 5 pour simplifier la tâche باش نسهلوا علينا دونك هاد الخمسه غنسال علاش لان عندنا بسط ومقام وغتبقى ليا جوج غادي نضربها في جوج هي 4 اكس دونك هادشي اللي غادي يبقى ليا من هاد لو تيرم هذا موان 4 اكس عندنا بلس 5 او كاري سيتادير 25 دونك هاد المتطابقه العامه هادشي اللي عطاتنا موان دابا غندخلوا لو موان على هادشي اللي يوجد داخل لي بارونتيز وفي نفس الوقت كنديرو لا ريديكسيون هنا عندي اكس او كاري
sur 25. عطيت الكاري الاكس وال 5. هنا عندي موان مع موان تولي بلوس. 1 او كاري سي 1، 2 او كاري 4. دونك دابا سامبليفينا على مستوى لا ملتيبليكاسيون، كل حد على حده. دابا سامبليفينا هاد لو تيرم، سامبليفينا هاد لو تيرم. دابا غادي نسامبليفيو لي تيرم اونتر او، دونك لي كيتشابهو غنجمعهم بعضياتهم. دونك كيما شفنا سابقا، دونك عندنا هنا مثلا هادي كنجمعوها مع هادي حيت هي من دوزيام دوغري. ثم عندنا هادي كتجمع مع هادي، وهادي غادي تبقى بوحدها سكيفي انها ما عندهاش مع من غادي داكشي اللي سوكي غوسومبل ولا داكشي اللي كيتشابه كنجمعوا بعض. دونك هادو كيتشابهوا، هادو كيتشابهوا، هادي ما عندهاش مع من كتشابه، غتبقى تلكيلي. دونك هنا ا ايتيغال. هنا لاحظوا المقام موحد، دونك المقام الي ريدوي. دونك شنو غادي ندير؟ غندير 4 اكس كاري، غنقص منها 1 اكس كاري حيت هنا كاين 1، غتعطيني 3 اكس كاري سير 25. دونك انا درت لا ريدكسيون تاع هادي غابيدمون. هادي ما عندهاش مع من، غادي نحطها كما هي. هنا المقام ما موحدش، هنا عندي 4، هنا عندي 1، اذا خصني ندير واحد لا ريدكسيون عاوتاني نقلب على لو دينوميناتور ريدوي. اذا هنا غندير زائد 25، كنضرب هنا في 4 وهنا في 4، تعطيني 100 على 4 باردون، 4 على 100 على 4، نضرب هنا في 4 وهنا في 4 باش نوصل هنا المقام 4، وهنا نزيد عليها 1 على 4. اذا في النهايه شنو غادي نلقى؟ 3 اكس كاري سير 25 موان 4 اكس، 100 زائد 1 هي 101 على 4. دونك وهكذا غادي نكون درت جاوبت على السؤال اللي هو ديفلوبي اي ريدوي ليكسبرس، دونك استعمال لي زيدونتيتي رماركا. دونك غنمشيو لبي ايتيغال نشوف شنو عندي. هنا عندي ديفلوبمون سامبل، ديفلوبمون سامبل بار ان كومان، وهنايا عندي ايدونتيتي ريماركابل. وهنا ننتبه للموان، هاد الموان كنركز عليه بزاف نحيت شي خطرات كيمكن يضيع عليك العمليه كلها، لان لو موان راه سا شونج دو سيني كيما شفنا هنايا. دونك دابا هادي غادي نشروها باستعمال العامل المشترك، وهادي غنشروها باستعمال ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 1. دونك بي اي تيغال عندنا 4 سور 3 اكس، 4 سور 3 اكس غادي نضربوها في نف اكس. دونك هادي ضربناها، هاد لو تيرم ضربناه في هاد العامل في هاد العامل، زائد 4 سور 3 اكس غنضربوها في 12. دونك حنا ديفلوبينا هادي موان، غادي نفتح القوس. علاش فتحنا القوس؟ باش نخليو هادشي لداخل باش من بعد ندخلو عليه الموان. هادي ايدونتيتي رماركاب شنو كتعطينا؟ كتعطينا اكس كاري زائد 2 في اكس فواحد على 3. ايدونتيتي رماركاب خصها تكون مهضومه دابا، زائد 1 على 3 لو تو او كاري. قلنا الا كان عندنا نومبر راسيونيل غنعطيو او كاري لكلشي. دونك بي ايتيغال. دابا غادي نمشيو نديرو لا ريدكسيون، يعني غنبسطو كل تيرم على حده. نبداو بلو بخومي تيرم، هذا شنو غادي يعطينا؟ عندنا اكس 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 كاري، هاد 9 الى ضربتها في 4 تعطي 36 على 3. اذا نقدر نكتب 36 على 3، ولكن كاين افضل من هاد الشيء. هذا شنو عندنا افضل؟ غادي نريدويو باش غادي نسامبليفيو باردون بار 3. الى سامبليفينا هنا بار 3 غتبقى هنا 3، 3 فوا 4 تيكالا 12، سكيفي غتعطينا 12 اكس كاري. إذن هادي عطاتني 12 اكس كاري. ندوز للاخرى، عندي عاوتاني هنا سامبليفيكاسيون، كيمكن نضرب 12 في 4 تعطي 48، 48 على 3 غتعطينا 48 على 3 اكس، مزيان، ولكن كاينه اون سامبليفيكاسيون عاوتاني هنا. دونك البرانسيب شنو هو؟ هو سامبليفي افون دو ملتيبلي، يعني حاول دير لا سامبليفيكاسيون قبل ما دير لا ريدكسيون.
دونك 12 الى قسمناها على 3 شحال تبقى لينا 4 4 في 4 16 ولكن لو شومان لاخر حتى هو سي بون دونك هنا غادي ندخلوا لو موان موان اكس كاري هادي غادي نحسبوها من دابا دونك جوج على 3 اكس ولكن هتولي موان جوج على 3 اكس لان هادي غتعطينا 2 سور 3 اكس حيت جوج في واحد جوج جوج على 3 اكس ولكن غنخلو لو موان هنايا حيت هاد لو موان كيأثر على كيأثر من هنا حتى لهنا موان عاوتاني اذا غتعطينا موان واحد على 3 اكس هي واحد على 9 حيت واحد اوكاغي واحد وثلاثة اوكاغي 9 دونك غادي نمشيو نديرو لا ريديكسيون عاوتاني نبسطو ونشوفو اللي كيتشابهو دونك عندنا هادي كتمشي مع هادي ماشي كتمشي يعني كتجمع كتشابه معها ثم عندنا 16 اكس مع ناقص 2 على 3 اكس وهاديك الاخرى ما عندهاش اختها سكيفي غتبقى كيما هي دونك بي اي تيغال 12 اكس الى نقصنا منها اكس غتعطينا باردون 12 اكس كاري الى نقصنا منها اكس كاري غتعطينا 11 اكس كاري هنا نوحدو المقام المقام هنايا واحد اذا غادي ندير زائد 16 غادي نضربها في شحال في 3 16 الى ضربناها في 3 كتعطينا 48 اذا 48 على 3 اكس نحط حداها هذه ناقص 2 على 3 اكس ناقص 1 على 9 اذا بقات ليا اون ايتاب لان لي زيتاب انترميدير مهمين 11 اكس كاري بقات ليا هادي خصني نحسبها لان هنا يلاه درت توحيد المقام باش يلاه نحسب دونك 48 اكس الى نقصنا منها 2 اكس شحال غتعطينا 46 اكس سيتادير 46 على 3 اكس ناقص 1 على 9 دونك هذه هي l'identité, le développement et la simplification ou bien la réduction de l'exposé. Donc, on va voir le C. Donc, on va voir le C. Et on va voir le C. On va voir si on a une identité remarquable ou non. On a une identité remarquable. Si on a une identité remarquable, on a une identité remarquable. Mais madame qui a une identité remarquable, on va voir le C. Parce que le terme, c'est qu'il y a une identité remarquable. وهاد لو تيغ خصو يكون بحال هذا هادي سيتي اون ايدونتيتي رومارك دونك هادي غنتعاملوا معاها معامله الايدونتيتي رومارك وهادي غنتعاملوا معاها معامله ديفلوبمون دوبل شنو هو ديفلوبمون دوبل هنايا كان عندنا ديفلوبمون سامبل دابا غنديفلوبي ديفلوبمون دوبل ستادير غنضرب هادي هنايا هذا ديفلوبمون الاول عاوتاني هذا ديفلوبمون الثاني وعاد غادي نمشيو ليدونتيتي رومارك دونك سي اي تيغال دونك هنايا غادي نديرو واحد لو ديفلوبمون يعني متقدم غاديش نبقاو نمشيو ايطاب بار ايطاب دونك عندنا 4 فوا 4 16 3 على 3 دونك 4 فوا 4 حنا ضربنا لي نومبر كوني دونك اكس كاري دونك عطينا لو ريزولتا فينال نتاع هاد لا ميتيبليكاسيون عاود هنا 4 سور 3 اكس فوا 1 سيتادير بلوس 4 سور 3 اكس عندنا موانز 1 فوا 4x سيتادير موان 4x عندنا موانز 1 فوا بلوس 1 سيتادير موانز 1 هذا بالنسبه لهادي دونك هاد لو ديفلوبمون دونك هادي كلها لو ديفلوبمون تاعها عطانا هادشي نمشيو ليدونتيتي روماركابل هاد المره عندنا هنا بلوس واش غادي نديرو دي بارونتيز لا غادي نمشيو مباشره ونخدمو لان بلوس ما عندوش واحد لي واحد لانفليونس ما عندوش واحد التاثير على يعني كوميتون حيتي درتي الاقواس ولا ما درتيش سي با كاع دونك غنمشيو عاوتاني غنديفلوبيو هادي بليدونتيتي نيميرو 2 دونك عندنا 2 اكس كاري اذا 2 اكس كاري كيمكن نجاوبو عليها مباشره ونديرو 4 اكس كاري عطينا الاوكاري لهذا وهذا موان عندنا 2 فوا 2 شحال عطاتنا 4 4 فوا 1 سور 4 دونك كتعطينا موان اكس دونك هنايا علاش خصنا نتعلمو اننا ننشرو بسرعة دونك هنايا عندنا هاد عندنا دو ديال المتطابقة الهامة الى ضربناها في دوز اكس في واحد على اربعة
هذا الربعه مشات مع هذا الربعه وبقات اكس اكس واحد اكس بلس واحد على اربعه اوكاريس تدير واحد على ستاش. علاش درنا حنا هاد لو ديفلوبمون بهاد السرعه؟ باش كنربحو مساحه هنايا ونربحو الوقت باش من باش نكونو متمرسين. يعني لان انت تلميذ ديال الثالثه اعدادي ماشي اولى اعدادي او اقل. دونك هنايا غادي نحاولو نجمعو المتشابهات. دونك عندنا 16 على 3 اكس كاري غنجمعوها مع 4 اكس كاري. عندنا بلس 4 هنايا بلس 4 سور 3 اكس. عندنا موان 4 اكس غادي نجمعوها مباشرة مع موان اكس غتعطينا موان 5 اكس. هادي دابا بسيطة في لا سامبليفيكاسيون. حنا جمعناها موان زان بلس ان سيزيام. دونك حنا حطينا كل حاجة على حدة. دونك عندنا هادي دونك هنا اكسكوزي موا هنا كاري هادي مع هادي. دونك هادو بجوج غادي نجمعهم بعضياتهم وهادو بجوج غادي نجمعهم بعضياتهم وهادو بجوج غادي نجمعهم بعضياتهم وكلهم فيهم توحيد المقام. إذن ليطاب سويفون شنو هي؟ هنا غنوحد المقام بين هادي وهادي غتعطيني 16 على 3 اكس كاري بلس غنضرب هنا في 3 وهنا في 3 غتعطيني 12 على 3 اكس كاري. هنا غنوحد عاوتاني المقام بثلاثة. أنا عندي المقام واحد 4 سير 3 اكس موان نضرب هنا في 3 وهنا في 3 غتعطيني 15 على 3 اكس. هنا غنوحد المقام ب 16 نضرب هنا في 16 وهنا في 16 غتعطيني ناقص 16 على 16 زائد 1 على 16. دونك هنايا عطاتنا واحد العمليه دونك ما قدناش مساحه غادي نديروها هنايا الجواب النهائي نتاعها. دونك سي اي تي 16 اكس كاري زائد 12 اكس كاري كتعطينا 28 على 3 اكس كاري. 4 اكس ناقص 15 اكس كتعطينا ناقص 11 على 3 اكس. ناقص 16 زائد 1 كتعطينا ناقص 15 على 16. دونك هنايا مادام وحدنا المقام اذا كنتعاملوا مع البسيط. اذا هذه هي النتيجه النهائيه نتاع السي. غادي نمشيو للدي. دونك هادشي راه كيبغي التركيز كيبغي الضبط. دونك يلفو فيغ تري اتونسيون. دونك دي اي تيغال هنا عندي متطابقتين هامتين. كيفاش غادي نتعامل مع هاد النوع؟ هذا نوع جديد. دونك هنا في نظري انا غادي هاد الاوكاغي هذا غادي نعطيوه لكل من البسط والمقام. دونك هنا عندي اوكاري هاد اوكاري غادي نعطيه الفوق غادي تعطيني 3 اكس موان 2 اوكاري والتحت 6 اوكاري. كنوزع الاوكاري على البسط والمقام موان كذلك هنايا جوج اكس بلس 1 غنردها اوكاري والتحت جوج اوكاري. هكذا غادي نتعامل مع هادي ديجا كنعرفها وهادي ديجا كنعرفها. وهنا نوحد المقام وانا كندير لو ديفلوب دي اي تي غال. هادي الفوق غادي نشرها تعطيني ناقص هنا والاخرى غادي نشرها. هادي 36 وهادي 4 حيت 6 اوكاري 36 جوج اوكاري 4 بقى لي البسط. هادي سيتيم ايدونتيتي روماركاب شنو غتعطينا؟ 3 اوكاري سي 9 اكس اوكاري ناقص جوج في 3 6 6 في جوج 12 12 اكس زائد 4. هنايا عاوتاني جوج اكس كاري هي 4 اكس كاري جوج في جوج اكس واحد هي زائد 4 اكس زائد 1 واحد اوكاري هي واحد. لاحظتوا دابا ولينا كنخدمو بواحد الطريقة متقدمة رفعنا الايقاع. دونك دي اي تي كار هادي غادي دابا عندي جوج اختيارات نوحد المقام ب 36
الى وحدنا المقام 36 هادشي غادي يولي كبير، اولا نختزل هنايا، هنا ما عنديش اختزال سكي في المقام 36، دونك غادي نوحدو المقام ب 36، دونك تسعود اكس كاري موان 12 اكس زائد 4، هادي عندها المقام 36. هنا باش نضرب نوحد المقام 36 نضرب هنا في التسعود وهنا في التسعود وهنا في التسعود، لان لتحت ضربنا 4 في التسعود عطى 36، اذا التسعود في 4 36 اكس كاري، 4 في 4 16 اكس، التسعود في 1 باغدون ماشي 4 في 4، التسعود في 4 كذلك 36، دونك زائد 9 في 1 9، دونك هنايا خصنا ننتبهو لهاد لو موان، هذا هادي مسألة جديدة، هاد لو موان راه هذا بحال اون بارونتيز، سيدادير أن هاد لو موان كيأثر على جميع لي تيغم، إذا دابا غادي نحطوهم في مقام واحد باش نسامبليفيهم، دونك غنديرو 36، عندنا 9 إكس كاغي موان 12 إكس بلوس 4، هادي غتعطينا موان 3 إكس كاري، هنا كانت عندنا بلوس غيدخل عليها الموان غتعطينا موان 36 إكس، وهنا كذلك موان 9، فهنا هذا احتمال ديال الخطأ، منعتقدوش بأن هاد الموان غادي يأثر فقط على لو بخومي تيغم، دونك هنايا إكسكوزي موان 36، دونك دي إيتيكال، دابا غادي نجمعو المتشابهات، دونك عندنا هادي مع هادي كتعطينا ناقص 27 اكس كاري، 27 اكس كاري، عندنا هادي مع هادي كتعطينا ناقص 140 اكس، وعندنا هادي مع هادي كتعطينا ناقص 5، الكل على 36، دونك هذا هادي هذا هو هادي الطريقة المستعملة بحال مثل هاد لي ديفلوبمون، دونك لاحظتو لو ديفلوبمون كيطور شيئا فشيئا، دونك غادي نمشيو لأو، هنا عندي متطابقة هامة، هنا إيدونتيتي، هنا ما عنديش إيدونتيتي، هنا غنديفلوبي بالإيدونتيتي، هنا غنديفلوبي ونضرب في 4 على 5، هنا غندير ديفلوبمون سامبل، ومن بعد غتخرج ليا واحد لاشين فيها لي دوني مون لي دي موناتور دير فيها مقامات وخصني نوحدهم، دونك او اي تيغا، دونك غادي نخدموها في ورقة مستقلة لان ما عندناش مساحة، عندنا جوج على 5 اكس بلس 1، دونك غنشروها على شكل متطابقة هما تعطينا 4 على 25 اكس كاري بلس 2، اولا نضربو جوج في جوج تعطي 4 على 5 اكس، دونك لاحظتو كنخدم دابا سير بلاس بليس واحد او كاري ستادير واحد، دونك هنا جي ديفلوبي هادي موان 4 سير 25، هادي ايدونتيتي رماركابل، دونك كتعطينا 10 او كاري هي 100 زائد جوج في جوج في 10 20 على جوج هي 10 اكس زائد اكس او كاري على 4، دونك عندنا هادي خليناها من بعد لان عاد غنضربو من بعد، دونك زائد اكس على 10 في 7 6 دير 7 اكس على 10، اكس في 4 اكس كتعطينا زائد 4 اكس او كاري على 10، دونك غادي نعاودو دابا فين غادي نشتغلو، غنشتغلو هنايا غادي نحاولو نديفلوبيو هنايا، دونك او اي تيغال، هادو صراحة من اطول لي ديفلوبمون لي كاينين، دونك عندنا 4 سور 25 اكس كاري بلس 4 سور 5 اكس بلس 1، عندنا هنايا كيفاش غادي نتعاملو مع هادي، عندنا 100 الى قسمنا على 25 كتعطي 4، 4 في 4 16، دونك كتعطينا ناقص 16، هنا 4 الى ضربناها في دونك هنايا كيمكن نختزلو ب 5، إلا اختزلنا هنا بخمسة تبقى ليا هنا جوج، جوج في ربعة تمنية، ولتحت تبقى خمسة، دونك العملية صراحة خدمتها سير بلاص، دونك لاحظ غتعطينا هكدا، هنا غنختزلو بخمسة تبقى هنا جوج، وهنا تبقى خمسة،
جوج في ربعة ثمانية على خمسة إكس. وهنا يلاحظوا الموان هنا يعود ثاني موان هنا تمشي الربعة مع الربعة وتبقى لي إكس كاري على خمسة وعشرين بلس سات إكس سير ديس بلس كاتر إكس كاري سير ديس. هنا لاحظتوا كيفاش حصلنا على واحد لونشينمون اللي ماشي سهل اللي خصنا نوحدوا فيه المقام ونجمعوا كاع داكشي اللي بحال بحال. دونك عندنا مثلا هنا هذه اكس كاري نجمعها مع هذه ونجمعها مع هذه ثم عندنا هذه غادي نجمعوها مع هذه ومع هذه وهنايا غادي تبقى ليا عاوتاني ان موان سيس. دونك كل حاجه كنجمعها مع اللي غادي تسير تمشي معها وفي نفس الوقت خصنا نوحدوا المقام اذا كان ممكن. دونك هنايا عندي 10 دونك 4 اكس كاري على 25. هنا غادي نختزل بجوج باش تعطيني جوج اكس كاري على 5 اذا زائد جوج اكس كاري على 5 باش يجيني توحيد المقام. هنا سهل هنا عندي المقام 5 وهنا عندي المقام 5 وهنا المقام 10 اذا من دابا غنوحد ب 10. دونك على 10 نضرب هنا في جوج وهنا في جوج غتعطينا 8 اكس على 10. هنا عاوتاني غادي نضرب في جوج وهنا في جوج غتعطينا ناقص 16 على 10 اكس. وهذه ديجا راه المقام ديالها هو 10 7 اكس على 10. اذا هادو وحدت ليهم المقام ب 10 هادو غنوحد ب 25 هادي ما عنديش مقام اذا غتعطيني ناقص 15 مباشر اذا هادي عطاتنا ناقص 15. اذا فين عندي الاشتغال دابا؟ عندي الاشتغال دابا هنا وعندي الاشتغال هنايا. هادي موحدين المقام دونك غادي نخدمو مباشرة. هنا خصنا نضربو في 5 وهنا في 5 دونك او ايتيغال 4 اكس كاري على 25 زائد هنا في جوج هنا في 5 وهنا في 5 تعطينا 10 اكس كاري على 25. من بعد نحسب بلس اولا نشوف واش بلس ولا موان. عندنا 8 زائد 7 15 ناقص 16 ناقص 1 اذا ناقص اكس اذا ديجا درت ناقص ناقص اكس على 10 دونك ناقص اكس على اكس اكس على 10 نعم حيت هادو كيعطيونا 15 وهادي ناقص 16 15 ناقص 16 ناقص 1 دونك وقعت لي العمليه الاخيره او ايتيغال عندنا 4 زائد 10 كتعطينا 14 على 25 اكس كا ناقص اكس على 10 ناقص 15 ناقص 15 نعم فوالا. دونك فوالا هذا كل ما يتعلق بهذا الاكزرسيس. هو اكزرسيس الصراحه فيه ما يدار. دونك غادي نمشيو لاكزرسيس 4 دونك غنمشيو لاكزرسيس 4 كالكولي دونك غنكالكوليو هاد ليكسبرسيون هادي. هنا ما غادي نستعملو لا طريقة لا والو غادي نديرو غادي نمشيو مباشرة ونستعملو كالكيلاتريس ونضربو 69 في 69. دونك غادي تشوفو هاد ليكسبرسيون هادي شنو غتعطينا كنتيجة. هي غتعطينا 4 وغادي نمشيو نطبقوها في الأسئلة الأخرى. دونك هنا 69 مضروبة في 69 دونك كتعطينا 4761 ناقص 68 ناقص 68 68 باردون مضروبة في 68 4624 ناقص 67 في 67 4489 زائد 66 في 66 دونك كتعطينا 4356. هاد الشيء اللي درنا ليه لا صوم وجمعنا هاد الشيء هذا غادي تعطينا تعطينا 4. دونك الى درنا اون اوبيراسيون في الاخر غنلقاو 4. دونك هذا بالنسبه للسؤال الاول. لا دوزيام كيسيون اكس ايت ان مونتي ناتورال اذا اكس هو عدد صحيح طبيعي ديفلوبي اي ريدوير ليكسبرسيون ا. اذا غادي نشرو هاد ليكسبرسيون وغادي نديرو لها ريديكسيون وغادي نشوف شنو غتعطينا عاوتاني باستعمال داكشي اللي شفنا.
Donc, هذه c'est une identité remarquable. عاوتاني. Donc, ça a donné x carré plus 6x plus 9. لاحظوا دابا كيفاش غادي نبداو نجربو. هنا عندنا اقواس غنفتحو قوس. عطينا x carré plus 4x plus 4. هنا عندنا عاوتاني موان غنفتحو قوس باش ما ياثرش. Donc, x carré plus 2x plus 1 plus x carré. غادي نحيدوا الاقواس. دونك هنايا هذه نشرناها متطابقه، هذه متطابقه، هذا الشيء خصنا نكون عندنا مهضوم الطريقه ديال النشر متطابقه عامه. دونك اكس كاري بلس 6x بلس 9 غندخلوا له موان موان اكس كاري موان 4x موان 4. دونك لاحظتوا الموان اثر على كل طريقنا. هنايا عاوتاني موان اكس كاري موان 2x موان 1 بلس اكس كاري اللي بقات. غادي نجي نشوف واش كاينه شي سامبليفيكاسيون سامبليفي. دونك عندنا x carré qui se suit à x carré, ثم x carré qui se suit à x carré. On a 6x, et dans 7x, qui se suit à 4x, on a pris juge x. Et donc, juge carré, on a pris 7x, mais 7x, on a pris 7. Je n'aurai pas l'iné d'abord. On a pris l'iné de Saoud, on a pris 4, on a pris 1, c'est-à-dire Saoud, on a pris 4, on a pris 1, يعني 4. 9 ناقص 5 4. دونك لاحظوا لقينا نفس النتيجه اللي لقينا في البدايه. غادي نشوفوا علاش. دونك هنايا هاد الشيء هذا اللي هنا يعني هذه راه سي لا ميم شوز كو هذه، يعني هاد اكس زائد 3 هي 66 زائد 3، هذه 66 زائد 2، هذه 66 زائد 1، وهذه 66. يعني x الى بغينا نقارنوا هذه مع هذه يعني x يساوي 66. الى طبقناها مع هنايا 66 زائد 3 كتعطي 69، 66 زائد 2 68، 66 زائد 1 67، وهذه 66. هذا الشيء علاش هذه كتعطي 4 وهذه كتعطي 4. اذا دائما الى خديتي بحال هذا الشيء هذا كيعطيك 4. هذا الشيء اللي غنشوفوا نطبقوه هنايا، نحاولوا نخلقوا هذا الشيء هذا، نقلبوا على شكون في هادو x. اذا عندنا هاد العدد، الى لاحظنا مزيان هاد العدد هذا هو طويل، ولكن الى لاحظنا راه بحال اللي عندنا هاد 58 55 57 56 كيتشابهوا في الباقي. دونك هادشي كامل سي كيف كيف، هاد الارقام بحال بحال عند نفس العدد، فقط على مستوى الوحدات والعشرات كاين واحد شويه كاين اختلاف. اذا ماذا يعني هذا؟ كيعني ان هذه انا اعتبروها بحال 55 مربع، وهذه 58 مربع، 56 مربع، 57 مربع. اذا نحاولوا نكتبوها على هذا الشكل هذا. اذا شكون اللي خصها تجي الاولى؟ هي الصغيره. اذا هذا هو اكس، وشكون هو اكس بلس 1؟ هذه هي اكس بلس 1 حيت 55 زائد 1. اذا هذه هي اللي اكس كار، هذه هي اللي x بلس 1 او كار، وهذه هي x بلس 2 او كار، وهذه x بلس 3 او كار. لان x كيس عن 55، يعني الا زدنا عليها واحد كتعطي 56، الا زدنا جوج 57، الا زدنا 3 58. اذا حنا غنحاولوا نكتبوها على هذا الشكل، وعاد ديك الساعه نعطيو الريزلت. اذا شكون اللي فيها بلس 3؟ هي هادي. انا ما غاديش نكتب داك الارقام، غنكتب وندير في الاخر 58 اوكي ناقص. شكون اللي زايدين عليها جوج؟ هي هادي، هي حيت الناقص ديالها غادي يدخل عليها. دونك هنا ديك العدد 57 اوكي اللي فيها زائد واحد هي هادي. دونك ديك الارقام 56 اوكي، باش ما نكتبش انا ديك الارقام كاملين، بلس ديك الأرقام 55 أو كاغي. إذا بما أن كتبناها على هاد الشكل ورحنا شفنا مثال يعني عددي، إذا شنو كتساوي بي؟ بي كتساوي 4. دونك هنا غي وضحنا منين جات هاد 4. دونك غادي ننتقلو لإكزيرسيس 5. إكس إتان نونتي ناتورال مونطخي كو. إذن هاد التمرين شبيه بالتمرين السابق. هنا غادي نديفلوبيو هادي ونلقاوها كتساوي x على بلس 3،
وغادي نطبقوها عدديا عاوتاني. دونك عندنا غادي نبداو بهذه وفي النهايه خصنا نلقاو اكس 3 اكس بيسونس 3. دونك عندنا اكس موان زان فوا اكس فوا اكس بلس ان. اذا هنا باش نربحوا الوقت عندنا هذه متطابقه هامه والضرب تبادل. اذا نرجع لاكس الاول وغادي نضرب اكس موان زان فوا اكس بلس ان وغادي تعطيني هذه غتعطيني متطابقه هامه هي اكس كاري موان زان. دونك اكس فوا اكس كاري موان زان. دابا غادي دونك اكس دونك عندنا اكس كاري باردون كاين واحد بلس اكس داكوغ دا ان شفت بان كاين شي حاجه ناقصه دونك اكسكيزي موا. اذا اكس فوا اكس كاري وهاد بلس اكس هادي ضروري خصها تكون. دونك اكس فوا اكس كاري غتعطينا اكس بيسونس 3 اكس فوا اكس موا اكس بلس اكس. اذا اكس مشى مع اكس كتعطينا اكس بيسونس 3. لو كان ما كانش هاد بلس اكس ما غاديش يمشي هاد الاكس. دونك اون ريدوير كو موان جو 102 مضروبه في 103 مضروبه في 104 زائد 103 ايتان كيوب. اذا شكون هو اكس عندي هنا؟ اكس اللي كيكافئ هادي هو 103. اذا هادي غادي نحاول نكتبها على هذا الشكل. اذا 102 شنو هي؟ هي 103 ناقص 1. اكس هو 103 104 هي 103 زائد 1 زائد 103. اذا كتبت هادي على شكل اذا اكس هو 103. اذا كتبتها على هذا الشكل هذا على هذا الشكل سيتادير كوا شنو غادي تساوي؟ غتساوي 103 اس 3. مادام اكس كيساوي 103 اذا غتساوي 103 اس 3 لان ديجا بيناها بالمجهول وطبقناها بالمعلوم. دونك غير بيناها هنايا ما وضحهاش ولكن الا جيتي تكتبها تحسبها راه غادي تبغي بزاف ديال الكالكول. دونك هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه هذه. وعدونا مع لا تروازيام بارتي من هذه الصفحه في حصه قادمه باذن الله.